كشف نصر يحيى وكيل أحمد قندوسي لاعب النادي الأهلي المعار لسيراميكا كليوباترا عن تلقي اللاعب عروض أوروبية. وقال نصر: كولر اتكلم مع قندوسي علشان يخرج للإعارة وقال له إن هو هيتابعه وإنه سهل إنه يتابعه بسهولة، وبعد ما فاضل ما بين خمس فرق استقر على سيراميكا. قال قندوسي كان عنده عروض من فرق بتشارك في الدوري الأوروبي ومن الخليج ورفضها عشان ينفذ تعليمات كولر، وما حصلش إن عرض أي شخص على قندوسي كان إن هو يخفض الراتب الخاص بيه، وما حصلش أي مشاكل من أي نوع مع قندوسي قبل ما يمشي، وما اتطلبش منه إن هو يفسخ عقده. واختتم كلامه قال قندوسي: بيوعد جماهير النادي الأهلي بأنه هيقدم موسم قوي في سيراميكا وهيرجع النادي الأهلي الموسم اللي جاي بشكل أفضل. دي التصريحات الخاصة اللي تابعناها بخصوص القندوسي وبخصوص الكلام الكتير اللي اتقال. هل كولر محتاج قندوسي؟ لأ، اللاعب كويس قوي بس هو مش محتاجه. لأ، ما خدش فرصته. الحقيقة أنه بنرجع نقول وبنواجه الحقيقة بمنتهى السهولة والبساطة. بحب دايما فكرة ايه، ان احنا نقعد نلف وندور كده على بعضنا، دي مش صح. الخبر بيقول ايه؟ انه قندوسي في سيراميكا. والخبر بيقول ايه؟ انه كولر طلب رحيل اللاعب للإعارة. معنى كده انه كولر مش مقتنع باللاعب، ومعنى كده انه كولر ميز لاعب تاني على القندوسي في التوقيت ده في المركز ده علشان ما اقنعهوش. موضوع بسيط قوي. فبشوف فكرة التصريحات اللي هي بتبقى مجرد تصريحات علشان يبقى فيها مبررات، علشان يبقى فيها مبررات انه اللاعب راح هنا او هنا او هنا او جاله عروض هنا، حق مشروع للاعب والوكيل والمقربين ليه. ولكن الواقع ان شفنا اكتر من نموذج كان داخل النادي الاهلي او نادي الزمالك مجرد ما بيديله الضوء الاخضر للرحيل المدير الفني او للاعارة، وارد جدا ما يرجعش، وارد جدا يخرج من إعارة لإعارة تانية، وده الطبيعي وده اللي بنشوفه وحق مشروع للمدير الفني في كرة القدم. ولكن هيجي واحد يقول لي: طب ما هو تعاقد معاه ليه من الأول؟ هي دي بقى اللي لازم أقف عندها. لما المدير الفني ما يكونش مقتنع قناعة تامة أو بنسبة 90 أو 95% بأي صفقة من وجهة نظري ومن وجهة نظر المحللين، بيشوفوا ان ما كانش ليها لازمة من البداية. وشفنا ده خلال الفترات اللي فاتت داخل النادي الاهلي مع اكتر من صفقة، زي شادي حسين، زي برونو سافيو، وزي ما حضراتكم شايفين القندوسي يمكن تكون ابرز الاسماء اللي كانت موجودة واخدت موسم بالكامل انه ممكن كولر يتفرج عليهم يشوفهم، ولكن ما اثبتوش نفسه، ما اقنعهوش، ولكن هو اختار من البدايه انه يتم التعاقد معاهم. ده بنتمنى ان السيناريو ده ما يتكررش تاني، وان تكون فعلا احتياجات المديرين الفنيين هي الامثل والانسب واللي فعلا يكون مستقر عليها بنسبه 100%.